إذا في المحاضرة السابقة أو المحاضرات السابقة تعرفنا على واجهة البرنامج وتعرفنا على إنشاء العناصر، عمليات التحريك الروتيت وتغيير الحجم المختلفة أيضا تحدثنا عنها في وقت سابق. حكينا إنه في عندي هون لوحة التحكم أو الكنترول بانلز الخاصة بعملية إنشاء تحرير والعناصر بالإضافة للهيراركي والموشن وغيرها. فعند إنشاء العناصر أولاً بدي أروح لقائمة Create، وبعد هيك بدي أختار من هاي القائمة اللي هي Standard Primitive. فحكينا هون ممكن ننشئ العناصر الأساسية البسيطة زي صندوق مثلاً، سفير، دائرة، سلندر وغيرها من الأشكال، هنمر عليها بشكل سريع أيضاً. عملية الإنشاء حكينا أنه ممكن أروح لأي مكان في الشاشة أضغط وأسحب باستمرار من أجل إنشاء العنصر، ثم بترك لإنشاء القاعدة وأكمل تحريك الماوس لتحديد الارتفاع. هلأ في حالة أنه لازم أمشي على الخطوات، الخطوة الأولى أنه بضغط وبسحب حتى انشئ القاعده، وبعد ما انشئ القاعده هون بترك الماوس الكبسه الاولى وباجي بحرك، يعني الكبسه اللي كنت انا ضاغطها اللي زر الماوس الايسر في الرسم بضغط عليها وبسحب بس اوصل لنهايه القاعده بترك، وبعديها بصير احرك تحريك في الماوس راح يصير يعمل لي الارتفاع. هلا في البعض ممكن يجي يضغط ويسحب يضغط كمان ضغطه، هي ايش صارت قاعده فقط بدون ايش ما يعمل ارتفاع. اذا ايش بدي اضغط واسحب لحد ما اوصل انهي القاعده، بعد ما اترك الماوس ما بضغط كمان مره بس بحرك الماوس تحريك حتى انه اعمل الارتفاع. طبعا حاليا اللي بتلاحظوا الاكتف الفعال اللي هو الرسم هذه القاعده. تعرفنا على اختصارات، مثلا اختصار الكيو حكينا انه بضغط كيو عشان احدد اي عنصر عندي على الشاشه. حكينا الاختصارات جنب بعضهم هذول مهمين، كيو دبليو اي وار اربع ازرار جنب بعض. فاذا ضغطت على كيو انا بقدر احدد او اعمل سيلكت لاي عنصر على الشاشه، واذا ضغطت على دبليو بيظهر عندي الجزمه الخاص بعمليه تحريك العناصر. هلا في شغله، مرات هذا الجزمه ممكن يكون حجمه صغير، يعني في حال صار معكم ومر عليكم انه اجى جينا نشتغل الجزمه يا دوب مش مبين بهذا الشكل، لاحظوا انه مش مبين، ففي الحاله هاي انا ممكن اضغط على اللي هو الزائد، زر الزائد، ساعتها راح اكبر الجزمه، او اذا حسيت انه صغير يعني ممكن اكبره على الناقص بعمل له تصغير. طيب فهذا بيساعدني زي ما حكينا انه نعمل تحريك للعناصر. في عندي الاي للروتيت وكذلك الار لعمل سكيل او تكبير وتصغير حجم اي عنصر. لو ما بدي العنصر احد العناصر انا ممكن اضغط على كيو احدد العنصر اللي ما بدي اياه واعمل ايش؟ ديليت عشان امسحه. هلا ممكن اروح للصندوق واجي احدد قياسات معينه عشان انشئه. في عندي هون بتلاحظوا في شيء اسمه كيبورد انتري، مدخلات عن طريق لوحه المفاتيح، انه انا بدي احدد الابعاد الخاصه في لهذا العنصر ومن ثم اقوم بانشائه. بالتالي باجي طبعا اكس واي زي هون بدي احدد وين بدي العنصر، فاذا كان انا عايزه على نقطه الاصل اوريدي حخليه 0 0 0. اذا كان انا بدي احدد اللينك مثلا باجي بحكي له انا اللينك بدي اياه 15 سم، الويدث مثلا او العرض كمان 15 والارتفاع كمان عباره عن 30 سنتي. بعد ما احط القيم هاي ممكن كمان احط قيمه الموقع، بعدها بضغط على زر كرييت من اجل ايش؟ انشاء هذا الصندوق او البوكس الموجود. اذا كيو انا ممكن اجي احدد اي عنصر اعمل ديليت اذا كنت بدي احدث عنصر معين. سفير دائره فيمكن الضغط والسحب من اجل عمليه رسمها في اي مكان. طبعا ممكن انا ارسم في الفيو بورت الخاص بالبرسبكتيف او في اي فيو بورت ثاني، بس بدي اعرف انه الفرق انه اتجاه الشكل حيكون مختلف معي في عمليه الرسم. كمان شوي بنشوف لما نروح للسلندر مثلا، لو اجيت ارسم سلندر من البرسبكتيف بتلاحظوا انا رسمت القاعده على الشبكه الخاصه او الجريد الخاصه بالبرسبكتيف، وبس اجيت ارفع او احرك بالماوس هي انا عملت ايش؟ الارتفاع.
الآن لو بدي أرسم من التوب اللي هو المنظور هذا وجيت رسمت حتشوف النتيجة تقريبا مشابهة. ليش؟ لأني أنا رسمت القاعدة من الجهة العلوية أو المسقط العلوي. ولكن إذا جيت على جهة الفرونت اللي هو المسقط الأمامي مثلا وجيت رسمت القاعدة حيكون مكانها مختلف، حيكون مكانها إيش؟ جهة الفرونت، وبالتالي لما أمد حيكون إيش؟ اتجاه السلندر مختلف عن إنه أرسمها من اتجاه التوب. كذلك نفس الشيء في حالة اللفت أو اليسار، فأنا لو جيت رسمت من اليسار حيرسم لي القاعدة من اليسار وحيمد العنصر، فبصير عندي مكان الرسم أو مكان المسقط اللي أنا ببلش فيه بيختلف طبيعة إنشاء العنصر أثناء العمل عليه، فهذا بيساعدني أحياناً حسب الحاجة لموضوع الرسم. كمان من الأشياء اللي حكينا عنها سابقاً اللي هي عملية الأوتو جريد. الأوتو جريد بتساعدني إنه أرسم على عناصر موجودة أوريدي، فمثلاً لو بدي أرسم سيلندرز على هاي الدائرة فتلاحظوا إنه لما أقرب المؤشر أعطاني جسمه قريب عليها، وبالتالي لما أجي أرسم حيرسم لي وشكل ملتصق في هذا الشكل الموجود. تمام؟ الآن حروح لعملية التحرير لأي عنصر من العناصر الموجودة. طبعاً حكينا في عندنا عناصر كثير، في عندي توراس مثلاً، في عندي تيبوت اللي هو الإبريق، وكل عنصر من هاي العناصر فيه له مجموعة خصائص بتختلف من عنصر إلى آخر. الآن بدي أروح لعملية التحرير أو الموديفاي الخاصة بهذه العناصر، فمعناته بدي أروح لزر الكيو عشان أحدد أي عنصر أنا راح أغير عليه، وبعدين بدي أروح لقائمة موديفاي عشان أعمل تحرير لهذه العناصر. الآن مجرد ما أختار أي عنصر بيعطيني باتجاه اليمين الخصائص الخاصة بهذا العنصر. فمثلاً هون أنا محدد بوكس صندوق، هذا الصندوق له اسم افتراضي اللي هو بوكس 001، ففي حالة إنه أنا حبيت أغير هذا الاسم أنا ممكن أجي أغيره لأي اسم أنا عايزه. حكينا بالنسبة للأسماء يفضل إني أسمي أشياء بتدل على العنصر اللي بدي أرسمه حتى لاحقاً عملية التحديد إذا كان عندي عناصر كثير كثيرة بتتم بطريقة سهلة. جنب الاسم حتشوفوا اللون الافتراضي اللي بيعطيه البرنامج. هلا في بتلاحظوا انه كل ما انشئ اي عنصر، يعني ارجع للكرييت وانشئ، يعني طبعا ما تنسوا عمليه الاوتو جريد مفعله في حاله خلصتوا استخدامها، شيلوا الصح عنها. بتلاحظوا لما اجي انشئ اي عنصر راح يقوم البرنامج باعطائه لون افتراضي في كل مره بيختلف عن اللون اللي قبله. فبالتالي لو انا كنت في الموديفيكيشن او في قائمه الموديفاي اللي هي القائمه الثانيه اللي جنب كرييت، ممكن اجي على جنب اسم العنصر اضغط على اللون اللي جنبه حتى اغير لون العنصر، فبالتالي بتغير معي. اذا ممكن احدد اي عنصر اروح على موديفاي اجي اغير لونه او اسمه بهاي الطريقه، وكذلك ممكن اجي اغير في الاعدادات الخاصه بهذا الشكل. فممكن اجي احكي انه اللينكس انا بدي اياه على فرض 20 سم، الويدث 20 سم، الارتفاع مثلا 20 او 30 الى اخره، وبضغط انتر. فبتلاحظوا انه تم تغيير القياسات حسب الحاجه. طبعا هذا بينطبق على اي شكل، فمثلا السلندر لو حبيت اجي اغير عليها ممكن اجي على الراديوس اجي اغير القيمه، او اجي على كمان السيجمنت الموجوده فيها اللي حكينا هذا الشكل السلكي الموجود للعناصر. هاي السيجمنت ممكن اقلصها اقلل عددها وممكن ازيدها. حكينا كل ما كانت السيجمنت اقل ببلش الشكل ايش يتجسم، وكل ما كانت اكثر بصير الجسم او الشكل انعم او اكثر سموث. في كمان شغله لاحظتوا احنا القياس هون بالسنتي، ولكن مش دائما بيجي عندكم بالسنتيمتر. بالبدايه لازم اروح لقائمه كاستمايز، اروح ليونت سيت اب، ومن هذا المكان display unit scale بدي اجي اختار اللي هو متريك، ومن القائمه سنتيمتر، ومن السيستم يونت سيت اب بدي اروح اختار سنتيمتر حتى تظهر عندي القيم بقياس السنتيمتر. ولكن تفضل. هذا بخصوص عمليه الموديفيكيشن او عمليه التحرير كمان لهذه العناصر. تحدثنا عن كمان موضوع اللي هو التحديد او السلكت عن طريق زر كيو.
وكذلك طرق التحديد المختلفه. فانا لو بدي احدد مجموعه عناصر ممكن اجي اضغط واسحب في مكان واحدد الجميع واجي اعمل ديليت مثلا عشان امسح جميع العناصر. طبعا قمنا برسمه بسيطه في عمل طاوله مثلا بسيطه عن طريق انه اعمل صندوق واخلي الارتفاع تاعه بسيط ومن ثم ارفعه للاعلى واعمل من خلال السلندر اقدام طبعا هنا من التوب. تلاحظوا انا لما ارسم بطلع على جميع المحاور او الفيو بورتس المختلفه، فاذا بطلع على الفرونت بلاحظ انه منطقه السلندر لامست اللي هي البوكس او الخاص بسطح الطاوله. بعديها بدي اعمل عمليه النسخ، فاذا ضغطت على شيفت وجيت سحبت العنصر، فاي انا ايش عملت كوبي منه، بختار كوبي. ممكن اذا كان بدي عدد اكبر بزيد عدد النسخ زي ما شفنا في المره السابقه. بضغط اوكي، بضغط على شيفت كنترول عفوا، بحدد اكثر من عنصر. فلو كان عندي اكثر من عنصر بدي احددهم بضغط على كنترول، بتلاحظوا انه لما اجي احدد عنصر اضغط على كنترول بدي احدد شيء ثاني بيعطيني اشاره زائد جنب المؤشر لحد ما احدد العنصر الثاني. واذا بدي اطرح عنصر بدي اضغط على زر الت فراح يعطيني اشاره ناقص جنب السهم. الان بضغط على شيفت وباجي بحرك العناصر اللي بدي اكررهم في الاتجاه اللي انا عايزه، بس يوصلوا للمكان اللي بدي اياه بترك وبضغط على زر اوكي، فبكون ايش انشات هذه الطاوله. الان لو بدي استعرضها باجي بحدد اللي هو البيرسبكتيف، بضغط على الت مع دبليو حتى نكبر المنظور اللي موجود عندنا، ومن زر الماوس او العجل باجي بحرك زوم اوت او ايش عمليه تصغير للمشهد، بضغط على زر الت مع العجل الخاص بالماوس عشان احرك الشكل في جميع الاتجاهات، وبالتالي اتاكد انه جميع العناصر ملتصقه بشكل جيد. الان لو بدي انا اشتغل على هذا الفيو بورد او على البرسبكتيف ممكن عندي فيش عندي مشكله، ممكن اروح للكيبورد اللي هي الابريق واجي اعمل له اوتو جريد على اساس انه يجي على سطح الطاوله مباشره لما اجي ارسمه. فباجي برسم، هي انا عملت هذا الابريق بشكل سهل، ممكن اكرره، هي عملت واحد ثاني ولكن هذا بدي اغير في خصائصه. طبعا لما انشئ العنصر لاول مره بشكل اولي راح يعطيني هون الخصائص الخاصه فيه مباشره، فممكن اعدل عليهم بس هي للمره الاولى. بس ارجع كمان مره لازم اروح لقائمه وين موديفاي اللي هي قائمه التحرير اللي في الاعلى. فاحنا مباشره نروح للموديفاي عشان نتعود نروح عليها دائما. الان لو انا شلت الليد الغطاي وشلت السبوت اصبح عباره عن كوباي، كمان ممكن اروح للار عشان اجي اغير شوي بالسايز بالارتفاع، وممكن اروح للدبليو عشان اجيب الاسهم الخاصه بالموف او التحريك، بضغط شيفت عشان اكرر العنصر. اخذنا كمان الانستنس، حدا بيتذكر ليش الانستنس؟ صحيح، اذا ان اي تغيير بعمله على الاصل راح يتغير عندي كمان على العناصر اللي بكون عامل منهم كوبي. فمثلا لو جيت اعمل مثلا اربع عناصر اوكي، وجيت اخذت نسخه من هاي غيرت موقعهم كمان عن طريق الاسهم، طيب خلينا نيجي للاصليه ونجرب نغير الهاندل. تغيرت معي؟ لا. طيب نغير السايز، ما تغيرت، هاي الأصلية صح؟ طيب هاي الأصل ولا هاي؟ خلينا نعمل نسخة من واحدة ثانية، بدنا نعملها احنا الأولى عملناها انستنس صح؟ خلينا نعمل انستنس مرة ثانية ونعمل كمان نسختين، نيجي على هاي ونجرب نغير. لاحظوا يمكن احنا الأولى تلخبطنا عملناها كوبي كأنه، فبتلاحظوا هاي لما عملناها انستنس وغيرنا الايد على الاساسيه او المصدر شو مالها؟ تغيرت كمان على الاثنين الثانيين، لو غيرت عليها بطريقه كمان راح تغير على العنصر اللي عملت له تغيير. طيب خلينا نخلي هذول زي ما هم، هاي ممكن نعملها
ادخلها بدون هاندل واضيف لها غطاي عشان تكون علبه للسكر او لا. هلا سمع حكينا ايضا كيف انه انا ممكن اجي اطلع صوره او من الشغل تاعي. هلا قبل ما بدي اطلع صوره خلينا ناخذ اللي هي مثلا بلين ارضيه وبدي اروح لمنفذ التوب واجي ارسم ارضيه. ممكن اجي اكبرها عن طريق السكيل. طيب هلا كمان شو ممكن اعمل؟ ممكن اخذ بلان ثانيه ارسمها من جهه الفرونت بصير كانها جدار، لانه ايش غيرت منطقه الرسم تاعها ما خليتها مباشره جاي من التوب، رسمت المرة هاي من وين؟ من جهة الفرونت، فبينت كأنها أنا عملتها زي جدار ملتصق أو مقابل للأرضية اللي عملناها. ممكن أجي أكبرها وممكن كمان أعملها إزاحة. الآن لو أجيت طبعاً اللون ببساطة أنا ممكن أغيره مبدئياً من هون. لاحقاً رح نيجي لموضوع الماتيريال وكيف انه اغير عليها بشكل او باخر، اضيف الوان. كبر البرسبكتيف. لو اجيت بدي اخذ صوره من المشهد، اول شيء بدي احركه بالاتجاه او بالجانب اللي انا عايزه. بعدين حكينا انه بدي اروح للي هي الريندر برودكشن، شايفين هاي؟ بضغط عليها راح تعمل لي عمليه ريندر او اظهار صوره للشكل. هلا بتلاحظوا الجسم اللي بالخلف ما طلع معي. هلا البلين بتكون رفيعه، بعض الحالات بحتاج انه حسب نوعيه الاضاءه وحسب كذا ممكن احتاج انه بوكس يكون اسمك شوي عشان يبين، يعني انه اخليه في ثيكنس، او ممكن اضيف من قائمه موديفاي. في عندي قائمه كبيره موجوده هون، هاي راح نتعرف على عناصر كثير فيها. من ضمن الاشياء الموجوده فيها في امر اسمه شيل، فهذا الامر لما اجي اضغط عليه بعطي ايش؟ ثيكنس او بعطي للعنصر اللي انا بكون محدده، فباجي بزيد قيمه الاماونت للثيكنس فبزيد السماكه تاعته. الان خلينا نعمل ريندر بعد الشل، شوف بتغير معنا الموضوع ولا لا. لاحظوا انه تغير، صار في عندي الشكل اللي بالخلف ظهر. طيب احيانا بيبين معي انه مش جميع العناصر اللي بالرندر ظاهرين او شكل مش بشكل نفس ما بيظهر في الصوره، يعني احيانا ممكن اشوف اشياء مقتطعه من الاطراف خاصه. فاذا كنت بدي ابين بالضبط ايش الكادر اللي راح يطلع معي في الرندر بضغط على شيفت مع اف عشان اطلع السيف لاين، هذا الخط، بالتالي ببين عندي بالضبط ايش راح يطلع بالرندر. فانا ممكن ايش اغير الزاويه حسب الحاجه عن طريق الضغط على الت وتحريك المشهد او تحريك العناصر، وبعديها بروح للرندر. طيب عملت الصوره هاي بدي احفظها، ساعتها بروح لسيف ايمج وباجي بحدد الموقع اللي بدي اخزن عليه، بكتب اسم للصورة. بحدد الديسكتوب، بحدد نوع الملف اللي هو جيبيج و
فبضغط على سيف بعدها هذا في حال انه انا بدي اخزن صوره من الشغل تاعي. طبعا ممكن اعمل زوم اكثر مثلا واجي اعمل ريندر لهذا الجزء فقط يظهر معي. اضغط على حفظ، حط اسم للشيء اللي انا عايزه، اضغط سيف اوكي. عمليه الحفظ العاديه حكينا فايل سيف بشكل عادي، فايل سيف از، بخزن الملف مثلا. نعم، لما بدي اخزن ملف ماك بهي الطريقه باجي بحفظه وباجي بسجل اسم الملف عشان انه لو بدي اعدل عليه في اي لحظه ممكن ارجع له. ولكن بصدر دائما صور كمان مع الشغل تاعي، لا سمح الله صار عندي مشكله اثناء تسليم الملف ممكن نطلع على الصور الموجوده. في عندي كمان اللي هي الطريقة كمان الأخرى بس لازم أتعلمها في عملية التخزين، اللي هو سيف أز، بس ما بجي سيف أز مباشرة، بروح بختار أركايف اللي هو حيخزن لي الملف كملف موضوع. إذا بختار أركايف بضغط على الزر هذا وباجي بحدد المكان وبعمل له حفظ. هذا راح يحفظ لي الملف كملف مضغوط أو زد أي بي، وبساعدني في الايام الجايه انه احيانا انا بضيف مرفقات اخرى للملف. يعني انا بجيب صور من برا البرنامج باجي بدخلهم عندي هون، او احيانا بضيف بعمل خانات مش يعني بكون مخصصها بالطريقه اللي انا عايزها. فبالتالي لما اجي اخذ الملف من جهاز، اذا اخذته مجرد كملف 3 دي بدون ما اخذ الماتيريال الخاصه فيه او الصور، مش راح يبينوا عندي في جهاز ثاني لما اجي انقل الملف. يعني اشتغلته بالبيت شير، جيت وضفت صور، هذول الصور لسه مش مربوطين، مش امبد جوا الملف، فبالتالي اذا مش باجي بفتحه هون مش راح يجيب لي الصور اللي انا جبتهم من برا. يعني عندكم مثلا صور على سطح المكتب او على الدي او الى اخره وضفتوهم، مش راح يجوا الا اذا كنت انا شو عامله بخزنه اركايف. اذا عملت اركايف هيعمل ملف مضغوط يخزن لي كل الصور، كل الملفات المرتبطه بهذا الملف اللي انا عامله، حيحطهم بمجلد مضغوط واحد. لما افك وافتح على اي جهاز سعيدتها راح يفتح معي بشكل مباشر. فانا دائما بعمل حفظ اركايف احتياطا ملف مضغوط، بعمل حفظ كمان ملف عادي، وبعمل صور تصدير للملف اللي انا عايزه عشان شغلي يطلع شماله موجود متوفر بشكل او باخر. طيب شيفت اف برجع بشيل اللي هي السيف لاين او الخطوط اللي كانت موجوده في لي موضوع الريندر. تعرفنا على اللي هي بعض العناصر اللي هي الاكستندد بريمتيف، وهي عناصر ايضا شبيهه بالستاندرد ولكن عناصر مختلفه شوي فيها بعض الاضافات. فمثلا ممكن اجي اعمل شامفر بوكس اللي هو عبارة عن صندوق عادي بوكس، ولكن الحواف تاعته شمالها فيها شوية انحناء أو عملية شامفر نشيل الأوتو جريد. فلو جيت أنا ممكن أستخدمه أحيانا لبعض العناصر. في عندي الهيدرا. هلا كل العناصر هاي لما أجي أرسمها بدي أتخيل إيش الإشي اللي بدي أبنيه. يعني مثلا أنا حكيت لكم بدي أعمل على فرض كيبورد مثلا، لانه بدنا نعمل كمان شوي كمبيوتر نرسمه. فبالتالي يمكن لو اجي اتخيل موضوع هو مش صعب. يعني لو جيت على الستاندرد بريمتيف العاديه ممكن اجي اعمل بوكس عادي. ممكن اروح اخذت انا اللي هو بوكس عادي وعملت هاي مثلا، ممكن اروح مثلا للاكستندد بريمتيفز واجي اخذ اعمل شامفر بوكس عشان اعمل اللي هو زر. طبعا ممكن اغير السكيل الخاص فيه بالطريقه اللي تناسب معي بالحجم اللي انا عايزه، و
مع اني عملت زر واحد شو ممكن اعمل؟ بكرره مثلا يعني بشكل سريع، وعملت شيفت ويجيت كرر هاي كوبيز. طبعا انا بدي اشوف العناصر طبيعتها كيف موجوده عندي واكررها والى اخره، بس كمثال يعني بشكل سريع انا ممكن هلا لو بدي احدد اكثر من عنصر حكينا كنترول وباجي بحدد العناصر، او اذا بدي استخدم ايش السلكشن. في كمان شغله حكينا عنها المره اللي عدت هي عمليه الايزوليشن. لو بدي اختار، شايفين اللمبه هاي ايزوليت سلكشن، ساعتها انا ممكن اخذ العنصر اللي بدي اياه بشكل مفصول لحاله اشتغل عليه بعيدا عن العناصر الثانيه، وبس اكمل برجعه للملف اللي كنت شغال عليه عشان ما يكون عندي غيره. فبالتالي هاي اللمبه الموجوده هون عند التايم لاين، بس اضغط عليها برجع لمكانه. بس طبعا لما يكون محدد بحدد انا العناصر اللي بدي اياها. يعني مثلا لو اجيت حددت هاي العناصر وضغطت على هاي اللمبه، فانا جبتهم وين؟ في هذا المكان. ساعتها ممكن استخدم يعني امشي فيهم بالطريقه اللي انا عايزها. ممكن احدد جميع العناصر واضغط على الت عشان اشيل عنصر من العناصر اللي انا محددهم، بعدها شيفت اجي انسخ واجي اختار عدد نسخ، اضغط اوكي. فبتلاحظوا انه بتكرر معي العناصر، ما بدي اعمل له ديليت، برجع بالايزوليت فبكون رجعت لنفس المكان. طيب وين؟ لازم احدد العناصر يا جماعه قبل، يعني انا مثلا هيك مش محدد عناصر، اذا اللمبه شو مالها؟ مطفيه، لو رحت حددت عنصر هي اشتغلت. يعني بدي احدد له ايش العنصر اللي انا بدي اعمل له عزل او بدي اعمل له ايزوليت اشتغل فيه لوحده، وبعديها بدي اشتغل عليه. خلينا شوي شوي نمشي بالموضوع. تمام، هلا احنا بتتذكروا المره اللي عدت حكينا عن عمليات البوليان على العناصر، صح؟ اللي هي انه رحت انا مثلا اخترت شكلين مثلا احد العناصر، على فرض خلينا ناخذ مثلا ناخذ شامفر بوكس عادي. هاي هذا شامفر بوكس وعملنا شويه انحناء للحواف، بعديها ممكن اجي اخذ نسخه منه واعمل عمليه سكيل او تصغير لها، اغير موقعها. هلا بتلاحظوا هيك مبين عندي كانها ملتصقه بالعنصر، بس لما اجي احرك بين في فراغ، يعني بدي انتبه للاماكن اللي بتكون موجود عليها. لاحظوا شو بدي اعمل، بدي اخلي العنصر يتقاطع مع العنصر الثاني عشان نعمل تجويف، يعني شبيه بالتجويف الشاشي. ممكن احد الطرق اعملها بهي الطريقه، ممكن طرق مختلفه، بس خلينا نشوف هاي الطريقه. طيب هلا بتتذكروا ايش الطريقه اللي ممكن احول الاشكال لشكل سلكي؟ اف 3 صح؟ اف 3 بتحول لشكل سلكي، ببين لي وين في تقاطع بين العناصر، فبتلاحظوا بهذا الشكل انه في تقاطع بين العنصرين هذول. طيب اف 3 مره ثانيه برجع للشيدد او الشكل رياليستيك. الان باجي بتحدد العنصر الاول، حكينا في الكومباوند اوبجكت في هاي المنطقه اللي هي القائمه الثالثه او الترتيب الثالث في القائمه اللي هي الستاندرد في قائمه كرييت. كومباوند رحنا لشيء اسمه بوليان، مظبوط، وحكينا انه انا ممكن اعمل بيك اوبرنت بي عشان احدد العنصر اللي بدي اشيله من العنصر الاول. اذا كنت هون مختار بالاساس بكون الديفولت سبتراكشن او عمليه طرح،
فسبتراكشن تكون محدده، باجي بحدد العنصر اللي بدي اطرحه. فبالتالي لما طرحت عنصر من هذا العنصر شو صار عندي؟ صار عندي هذا التجويف اللي مبين امامكم بهذا الشكل، يعني ممكن استفيد منه حتى اعمل شاشه مثلا للكمبيوتر على فرض. وممكن طيب هلا احنا هون عملنا ايش؟ عمليه طرح جسم او عنصر من عنصر اخر باستخدام الامر بوليان. طب حدا بتذكر ايش الامر لما حكينا اذا بدي اطرح اكثر من عنصر؟ ايش؟ حكينا انه بوليان لعنصرين، انه اطرح عنصر من عنصر اخر، ولكن بحال كان عندي مجموعه عناصر بدي اطرحهم فالبروبوليان. نعم. اذا البروبوليان انا بستخدمه على اساس انه اطرح اكثر من عنصر. طبعا احنا استخدمناه في الطرح، ولكن لاحقا حنيجي ممكن اعمل اتحاد يونايت. طيب زميلكم سأل سؤال في البداية، لو عملت أنا عنصرين مزجتهم مع بعض، طرحوا من بعض، اندمجوا مع بعض، لو رحت على الخصائص في الموديفاي بتلاحظوا إنه الموجود هون إيش؟ أمر البوليان فقط، يعني مش موجود عندي إنه الصندوق صندل اللي هي الخصائص الخاصة فيه أو الشامبر بوكس، فبالتالي أنا ما بقدر أتحكم فيه من ناحية العناصر، فبكون عندي موجود الامر تاعه، ولكن ممكن احوله لايش؟ لايديتابل بولي. ايديتابل بولي باليمين بضغط عليه بعمل كونفيرت تو مثلا ايديتابل بولي. في حال صار ايديتابل بولي بصير عندي امكانيه التحكم في الفيرتيسز، في البوليجون، في الاضلاع، في الفيسز او الاوجه الخاصه بالشكل. طبعا هذا لاحقا رح نجي له، يعني تقلقوش في موضوع لانه الايديتابل بولي هو يعني خلينا نحكي الامر المهم في عمليه المودلينج، انا بستخدمه في المودلينج المتقدم كمان شوي. بس مبدئيا لو بدي اجي ابني اي شكل اساسي بدي اجي استخدم بعض العناصر الاساسيه افكر فيه. بدي اعمل شاشه مثلا بيخطر في بالي انه بدي اعمل صندوق عادي، ممكن بيخطر في بالي انه بدي اعمل اكرر هذول المكسات الصغار على اساس اعمل اكون ازرار. لو بدي اعمل مثلا زر الانتر يمكن حدا يخطر في باله يعمل بوكس ويعمل بوكس ثاني عشان يفرغوا منه ويعملوا الشكل تاعه مثلا على فراغ. فراح يجي ببالكم كيف تطرحوا عناصر من عناصر من العناصر البسيطه عشان تكون الاشكال اللي عندكم لما تيجوا تكونوا العناصر. طيب الان هذا بخصوص ايش؟ اللي هي الاكستندد بريمتيف. طبعا في عناصر اخرى كمان ممكن استفيد منها حسب الحاجه. ففي عندي الاويل تانك مثلا، في عندي كمان سبندل جنكون رينج ويف. حكينا في بعض العناصر لها خصائص مختلفه عن العناصر الاخرى، وفي بعض الخصائص اللي بتتعلق بالانيميشن او عمليه التحريك. وريناكم مثلا انه هاي الويف مثلا ممكن تكون عباره عن موجه متحركه لما اجي اشغل التايم لاين، فممكن استفيد منها في عمليه الحركه في بعض الحالات. عندي الفوز نابض سي ممكن استخدمها كجدار، بل كابسول شعار جواز. طيب هاي العناصر بالاكستندد بريمتيف، اي عنصر منهم لما احدده بروح للموديفاي في له مجموعه خصائص ممكن اتحكم بالعنصر واغير في خصائصه فيما بعد الانشاء. طبعا عمليه الحفظ حكينا عنها، عمليه الريندر للصور كمان تحدثنا عنها.